السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلن الإطار التنسيقي اليوم الأحد عن مفاجآت من العيار الثقيل للإطار التنسيقي خلال الأسبوع المقبل من خلال المفاوضات الأخيرة في تشكيل الحكومة. وقال القيادي في الإطار تركي العتبي في حديث إن وتيرة الحراك حيال تشكيل الحكومة المقبلة من خلال توافقات سياسية يقودها الإطار التنسيقي تجري بتصاعد، وهناك تفاهمات مبدئية مع قوى مهمة. وأضاف أن مفاجآت من العيار الثقيل سيعلن عنها ربما الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن الكثير من التطورات في المواقف والتفاهمات السياسية لا يعلن عنها حاليا من أجل أنضاجها ووصولا إلى التنسيق السياسي في المواقف قبل الإعلان. وأوضح العتبي أن الإطار بشكل عام اقترب كثيرا من موضوعه بتشكيل الحكومة، خاصة مع التطورات الأخيرة، مبينا أن جبل الجليد في مواقف بعض القوى بدأ بالانحسار التدريجي لإدراكها بأن الإطار لاعب مهم في العملية السياسية، وأن مساراته هي من ستبعد العملية السياسية عن الانسداد.